اقسم بالله ارجل لاعب كرة قدم في العالم، تقدر تقول عليه كده فخر العرب الحقيقي. المحترف المصري احمد حسن كوكا يقوم بنشر رسالة دعم لفلسطين، هي الاعظم بين كل لاعبين كرة القدم حول العالم. طبعا هو كتب رسالة كبيرة جدا، بس انا هقول لكم ابرز اللي قاله. اولا هو وجه كلامه لمتابعينه من الغرب، وقال ان الكيان استولى على فلسطين وقتلوا الالاف من الابرياء ودمروا كل شيء ووسائل الاعلام الغربية ولا كأنها موجودة. اما فلسطين بمحاولاتها الدفاع عن نفسها وعن ارضها بشوية الاسلحة الصغيرة اللي بيملكوها، وسائل الاعلام الغربيه قالوا عليهم انهم ارهابيين. طب ازاي؟ وقال لك بعض المشاهير نشروا صور وقالوا اقف مع اسرائيل، قال لهم يمكنك ان تقف مع من تريد ولكن لا تكن احمقا، انشر الماساه في غزه كما هي في اسرائيل. في راكب الكباتن في رساله المصري احمد حسن كوكا، محمد صلاح كده كده هيسيب ليفربول، وكمان النادي حدد بديله لاعب الماني على اعلى مستوى، يدعم قضيتنا بقى ولا ما يدعمهاش عمرها ما هتقف عليه. الاساطير دائما بتصنع خارج الملعب بافعالها يا عم صلاح. اكدت التقارير الانجليزيه ان ليفربول وضع اسم المهاجم الالماني لرويسانيه لاعب بايرن ميونخ على راس قائمه اللاعبين المرشحين لخلافه محمد صلاح، وكمان يورجن كلوب مقتنع جدا بسانيه وبيحب اللاعب جدا وموافق على انضمامه. زي ما انتم عارفين محمد صلاح كل الانديه السعوديه مهتمين بيه، واكيد هينضم لاي منهم في الموسم المقبل، وعلشان كده بدا الريدز في اختيار بدائل محمد صلاح. فلو اكيد هينتقل محمد صلاح الى السعوديه، فايه اكتر نادي سعودي في احتياج الى محمد صلاح؟